من بعد ما كنت كتبغي يدير بالصح، ولكن هو ضحك عليها وفي الاخير قررت تنتقم منه بواحد الطريقه ما غطيحش لك على بالك. خلاتو يندم حياته كامله علاش تفلى عليها وخدم منها شرفها. تبع معايا القصه حتى الاخر. قصتنا اليوم غنهضروا على واحد السيد سميتو عبد القادر، من مواليد 1972 واصله من الجزائر وبالضبط من حي كريم بالقاسم. عبد القادر كيف كيقولوا انسان زهواني، مزوج وعنده ثلاثه ديال الوليدات، واصغر واحد فيهم بنت في عمرها عامين، تبعها بنت اخرى في عمرها 4 سنين، عاد تبعهم دري في عمره 7 سنين. بالنسبه لحالته الماديه كان مسك عليه الله وكان عايش بخير. عنده محل مختص بالمنتوجات النسائيه، الماكياج والروائح ديال العيالات. بحكم هو عنده محل خاص بالنساء، فمن الطبيعي جدا انه كل نهار بنات على الاشكال داخلين وخارجين عنده. حتى لواحد النهار تعرف على واحد البنت سميتها سكينه، حتى هي من نفس المنطقه، فعمرها تقريبا 30 سنة. كيف قلت لكم قبل ان عبد القادر انسان زهواني، ملي شاف هاد البنت عجباتو وبقى عليها بديك الهضره الزوينه والحلوه ديالو حتى طيحها في الشبكه. صافي حتى البنت ارتاحت ليه وهو ارتاح ليها كذلك. خدا من عندها النمره وبداو كيتواصلوا غير بالتليفون، وكاينه كتبقى تسولو واش انت مزواج ولا خطاب ولا اعزاب ولا شنو. عبد القادر دغيا كيلقى ليها اجوبه. المهم هو يلقى حل ويخرج راسو من هاد الورطه باش العلاقه تستمر. تيقول ليها انا ما مزوج ما والو، ويلا كنوجد راسي باش زعما انا نتزوج وندير وليداتي. وكيوهمها باللي عنده املاك وعنده عقارات. المهم ديما كيلمح ليها باللي هو راه لاباس عليه، وكان كيبين ليها باللي راه باغيها تكون مراته. والبنت هنا صافي تاقت، حتى هي قالت مع راسها صافي هذا هو الراجل اللي كنت كنقلب عليه، واخيرا غندير داري حتى انا. المهم البنت سكينه قبلات وقال لها ايوا صافي دابا خصنا نتعرفوا على بعضياتنا اكثر، اشنو بان لك نديروا شي وقيت ونتلاقاو فيه. اختنا في الله فرحات وعجبها الحال، قالت له بالعكس انا هذا الشيء اللي بغيت، انا بغيت الراجل اللي نتزوج به انا اللي نتعرف عليه، ماشي داك الزواج التقليدي ديال والدينا. قالت لها انا اللي نتزوج به ضروري نتلاقى به قبل ونشوف تعامل كيف داير واسلوبه والتفكير ديالو كيف داير، لانه غيولي الزوج ديالي المستقبلي. المهم البنت تحمسات اكثر من القياس، فعلا كيديروا موعد وكيخرجوا وكيتلاقاو ما مره ما جوج، وهي متيقاه ولكن هو راه غير مطمعها باش يوصل داك الشيء اللي بغا. وكانت سكينه في هذه الفتره اللي معاه ديما كيجيوها الخطاب وكتردهم بسبب عبد القادر. كل مره كتقولها ليه وكتقول لها تعطلنا بزاف وخاصنا نتزوجوا، وكيقول لها شوف سكينه انا راه ما عنديش المشكل نتزوج بك دابا، واصلا باقي الوقت طويل قدامنا. وهنا غنعطي نصيحه لكل بنت، انا عارف ان اغلب البنات واعيات وما يقدر يديرها بها حتى واحد، ولكن نصيحتي للمراهقات ردوا بالكم راسكم، راه انا دري وكنعرف القوالب اللي كيديروها شي مساخيط الوالدين. معروف عليكم انتم البنات او الجنس الناعم بشكل عام انكم عاطفيات، ويجي واحد يلعب عليك من العاطفه ديالك وكيبدا عليك والله الا كنبغيك واول بنت كنتعرف عليها وكذا وهادي، وكيبدا يحلف لك اقسم بالله ما تشوفي معايا غير الخير والله الا بيتك من اول مره شفتك. المهم ديك الهضره كامله، شوفي معايا الا قال لك انت اول بنت كنتعرف عليها هذاك غير عطيه اتساع، هادشي كامل غير كذوب غير باش يقضي غرضو وديك الساعات غيبلوكيك ويغيرها. المهم رجعوا لقصتنا، العلاقه ما بين عبد القادر وسكينه تطورت بزاف. واحد النهار صون عليها وقال لها شوفي اليوم عندي لك واحد المفاجاه ما دايراش، اليوم كريت لك في واحد الاوتيل مقابل مع واحد المنظر يا سلام وفيه شي حوايج غيفرحوك وغيعجبوك بزاف، اجي عندي تشوفي كلشي بعينك وغيعجبك الحال. في الاول سكينه رفضات وقالت ليه مستحيل نكون معاك في بيت واحد وانا وياك ما مزوجين ما والو، يعني نخرج معاك وكذا ولكن باش نجي عندك للدار لا. هنا عبد القادر بدا عليها ثاني بداك الكلام المعسول ديالو، قال ليها يا الحمقه والله ما توقع شي حاجه وانت دابا راه قربتي تكوني مراتي. المهم قدر انه يقنعها، ناضت هي وجدت راسها ولبست حوايجها ومشات عنده للاوتيل. مع حلت الباب ودخلات كتفاجئ باللي حط فوق الطبله اشكال وانواع ديال قراعي ديال الشراب. المهم السيد عوال باش يقصر، كاينه تصدمات وبدات كتخاصم عليه، اش هاد الشيء عبد القادر انا ما عرفتكش هكا وهاد الشيء اللي كدير فيه راه غلط. قال ليها هذيك الله يا بنت الناس هاد الشيء راه عادي، اصلا انا وياك مازال ما مزوجين ما والو، خلينا نعيشوا حياتنا ملي نتزوجوا غنبعد على هاد الشيء هذا. المهم بقى عليها بالهضره حتى قنعها ثاني. المهم عبد القادر وصل اللي بقاو داروا علاقه، والبنت سكينه باختصار فقدت العذريه ديالها. دازت الايام عبد القادر بدا كيتنادم معاه الحال وحس بلي ضحك على ديك البنت، وكان كيدوز شي ايام ديما مرفوع وساهي وغير كيخمم. ملي كدوي معاه مراته ديما ساهي، ولا كيلعبوا معاه ولادو الصغار كاع ما كيكون هنا، كيفكر غير في داكشي اللي داير حيت تنادم معاه الحال. المهم دازت الايام وقرب موسم الحج، وقال عبد القادر هذه الفرصه دابا وانا خصني نتبدل ونفتح صفحه جديده في حياتي ونقطع كاع العلاقات السيئه ديالي. ومن بين هاد العلاقات السيئه كاينه سكينه، البنت اللي حبها وعليها وتعدى عليها وخرج ليها على عرضها وشرفها، وقال ليها انت سكينه بنت زوينه وظريفه، شي فيك زوين وصراحه تستاهلي شي واحد احسن مني، وانا صراحه كنشوف راسي ما نصلحش ليك. قالت ليه بلاتي عاود شنو قلتي؟ قال لها سكينه هادشي اللي عندي قلته ليك، الصراحه ما بقيتش باغي نكمل معاك، شوفوا معايا دابا الواقع
سيد فين وصلت؟ انا كنت نتمنى من اي بنت كتشوفني خاصها تعرف بلي هادشي منتشر بزاف. بغيتي شي واحد وكيبغيك حتى هو، قولي ليه اجي لدارنا وديك الساعه تخدني بالحلال. اما ديك الهضره الخاويه وانتم النهار كامل غاديين جايين فما كاين لاش. فهاد سكينه تصدمات حيت كان عبد القادر هو كلشي بالنسبه ليها. في اخر المطاف يجيب كل بروده ويقول ليها نتفارقوا. قالت ليه انا كنبغيك وانت اللي تصلح ليا. واخا هكا كيتهرب منها. قال ليها انا بيني وبينك 12 سنه وهادشي غياثر على علاقتنا من بعد. لحد الساعه عبد القادر باقي كيتهرب منها وما بغاش يقول ليها راني مزوج. قلت ليه بغيت غير نعرف شنو السبب اللي خلاك تراجع على القرار ديال زواجنا. قال ليها صراحه انا بغيت نتوب. صافي كلنا غنتوبوا ونتزوجوا ونتستروا بالحلال وربي راه غيسمح لينا. قال ليها مازال ما فهمتيني. قلت ليه يلا فهمني انت. قال ليها صراحه سكينه انا راجل مزوج وعندي وليدات. قلت ليه كيفاش اش كتقول؟ يمكنش نتيق هذا الشيء، انا عارفك بالعاني كتقول لي هذا الشيء باش غير نبعد عليك. قال ليها اسكينه والله الا كندوي معاك بالصح وما كذبتش عليك في والو، اسمحي لي على اللي درت فيك وراني غلط. قلت له بلاتي بلاتي راني ما متيقاش، دابا انت خديتي مني داكشي اللي بغيتي وخديتي مني شرفي ودابا كتجي كتقول لي اسمح لي ومعليش راني غلط. قال ليها والله ما عرفت ما نقول لك ولكن هذا الشيء اللي عندي راه قلته لك. قلت له زوج بيا ونكون مرتك الثانيه، المهم استرني الله يستر عليك. وهنا سكينه كدوي وكتبكي وقالت ليه راك خرجتي عليا، شنو غنقول لعائلتي، شنو غنقول لوالديا وخوت. قلت له هذا الشيء انت اللي درتيه ولازم تصلح وتزوج بيا. قال لها صافي بلا ما تصدعيني في راسي انا ما نقدرش نتزوج بك. قالت ليه متاكد من كلامك؟ واش هذه اخر هضره عندك؟ قال ليها اه اخر هضره عندي هي هذه. قال ليها انا ما نقدرش نتزوج بوحده خانت والديها وخوتها. هنا سكينه فقدات اعصابها وبدات كتسب فيه، ولدك دايل فاعل يا تارك وانت اصلا ما مربيش. المهم صبرناته مزيان. قالت ليه يلا كتفكر تشد الطريق حتى ضيعتي شرفي. قال ليها صافي بنت الناس نسيني ونسي هاد النمره من عندك، عمرك تدوري بجهتي مازال. هو كان كيتصرف معاها هكا على اساس انه غيمشي للحج زعما يمسح ذنوبه ويرجع يبدا صفحه جديده. المهم سكينه دخلت في واحد الحاله يرتلاها وبدات كيأن بها ضميرها. يا ربي شنو درت، يا ربي شنو غنقول لوالديا. المهم سكينه في واحد الحاله صعيبه بزاف. حتى واحد النهار فكرات مع راسها مزيان وقالت لازم ننتقم منه. هزت طوموبيلتها ومشات محل ديال عبد القادر، بقات حاضيه من بعيد باش ملي قرب يسالي ويبغي يمشي لدارو تبعوه هي باش تعرف فين ساكن. المهم ركب طوموبيلته ومشى لدارو وهي بقات تابعه من اللور بلا ما يشك فيها. وصل العماره فين ساكن وبلاصه طوموبيلته وطلع لدارو وهي باقه تابعه من اللور حتى تاكدت فين ساكن وشحال الرقم ديال البارتما ديالو. بقات كتصنت على الباب وكتسمع الصوت ديال الدراري الصغار وصوت ديال المراه. المهم تاكدت بلي ما كانش كيكذب عليها وفعلا كان مزوج. المهم بقات هكاك شي يومين ولا 3 ايام. سكينه هنا تفكرات بلي راه كان قال ليها عبد القادر راني غنمشي للحج. انا دائما كتمشي تشوف المحل ديالو واش مسدود ولا مفتوح. المهم جا واحد النهار ولقات المحل مسدود، فرحات لانها قالت مع راسها واخيرا جا النهار اللي غنتقم منه فيه. بقات مراقبه الشقه فين ساكن عبد القادر، بقات تاكد واش كاين شي واحد في الدار ولا داهم معاه الحج ولا داهم عند والدي. حتى واحد النهار شافت واحد الراجل كبير في كل صباح بكري كيجي للدار وكيدي معاه ولد عبد القادر كيديه معاه للمدرسه. هذا الراجل كان هو الاب ديال عبد القادر، لان عبد القادر قبل وصباه قال ليه رد البال بما رجع. سكينه هنا استغلت هذه الفرصه وخلت ذاك الراجل حتى جا ودا معاه ثاني ذاك الدري. هي مشات للدار ديال عبد القادر على اساس تشوف الزوجه ديالو. علم مشات كدق على الباب وهي تخرج لها الزوجه ديال عبد القادر. قالت ليها نعم شكون انت تفضلي. قالت لها سكينه بغيت ندوي معاك في واحد الموضوع واش ممكن ندخل. قالت لها الزوجه ديالو اسمحي لي ما نقدرش ندخلك. قالت ليها الراجل ديالي ما كاينش وانا ما كنتش ندخلك. قالت ليها سكينه راه موضوع مهم وكيهمك انت اكثر مني. قالت ليها لا اسمحي لي ما كيهمش ما يمكنش لي ندخلك. شفتها سكينه ما بغاش تدخلها. قالت ليها صافي ندوي معاك غير هنا وحنا واقفين. قالت ليها سكينه انا العاشقه ديال عبد القادر. صدمات مراته كنتي. قلت لها واش ما كتسمعيش انا راه العاشقه ديال راجلك. لما تيقتينيش راه راجلك دابا في الحج جيت باش نقول لك على حقيقته. قلت ليها راجلك هم ود هادي وحنا مع بعضياتنا، كنا دائما كنتلاقاو وكان ديما كيديني لواحد الدار، وراه كان موعدني بالزواج، كان ملي قالت ليها راه موعدني بالزواج، هنا السيدة تبدلات وبدات كتسب فيها، قالت ليها بعدي مني راه موسخة يخطفت الرجال، قالت لها شنو بغيتي مني واش أنا نقنعو تزوج بيك ولا شنو؟ راه أنت اللي درتي غلط وسلمتي ليه راسك. هنا سكينة دخلت في واحد الحالة هيستيرية، دخلت يديها للصاك وجبدات موس من عندها وبدات كضرب في الزوجة ديال عبد القادر في كرشها، تغوت وكتجبد ثاني الموس من كرشها وكتعاود تدخلو فيها ثاني. الضربه الاخرى عطاتها ليها في الفخذ ديالها. هنا الزوجه ديال عبد القادر تحت الارض، دراجها لداخل وسدات عليها الباب من الداخل. هي سكينه دابا في وسط الدار وسدات الباب من الداخل. مشات للبيت ديال الدراري الصغار، حلات الباب بشويه وكتشوف البنات ناعسين، عندهم عامين وربع سنين. دات البنت اللي عندها ربع سنين ودوزات عليها من الودن حتى الودن. دازت البنت الثانيه اللي في عمرها عامين كانت ناعسه على كرشها، هي بدات كضربها على ظهرها بالموس وعطاتها سبعه ديال الطعانات. حوليا قالت كنشرح لكم هادشي ولكن والله الا هاد القصه حقيقيه وقعت في الجزائر.
الوقت الظهر يعني الوقت اللي غيمشي الجد باش يجيب داك الدري اللي في عمره 7 سنين من المضره. وصل كيدق الباب ولكن لقاه مسدود من الداخل. هو عنده السوارد ديال الباب مع حل كيلقى الزوجه ديال الابن ديالو مقتوله وطايحه على الارض. الولد حتى هو شاف الام ديالو في داك المنظر داك يبكي وكيغوت وكيعنقها وهي كلها ملطخه بالدم. هي معايا دري صغير شاف الام ديالو في المنظر صعيبه بزاف. زوج دو داه لواحد الملحانات كاين لتحت. جد هنا تفكر البنات فين هما شنو وقع لهم. المهم كيعيط عليهم ووالو. قلب يد ديالهم كيتفاجئ بداك المنظر البشع. سبحان الله البنت اللي في عمرها عامين وتضربت في ظهرها ها مازال كتنفس وخداها وجرى بها نيشه للمستشفى باش يعتقوها، لكن والو في الاخير ماتت مسكينه. المهم حتى لهنا مازال ما عرفوش كون هاد المولفعله هادي. خبر وصل الاب وهو في الحج بلاصه رجع وهو مصدوم وعائلته كلها مشات. المهم بداو معاه التحقيقات وقالوا ليه واش عندك شي اعداء ولا بينك وبينهم شي حاجه. ليهم والو انا بعيد على هادشي ديال تصفيه حسابات. كاع اللي بينه وبينه شي حاجه ما توصلش بها انه يصفيها لعائلتي كامله. ولو على مراته قالوا ليه واش مراتك عندها اعداء ولا شي حاجه. ليهم والو اصلا مرتي ما كتعمر مع حتى واحد. يوم عبد القادر يقدر يكون شفاره ولا شي حاجه. قالوا ليه لا ما يمكنش اصلا ما سرق والو من الدار. المهم من بعد ما خداو الجثث وداهم للطب الشرعي جابو تقرير ودفنوهم الله يرحمهم. رجعو تاني عند الزوج وقالوا ليه يا عبد القادر رجع نفسك وتفكرتي شي حاجه. قال لهم والو لا ما درت حتى حاجه. المهم من بعد التحقيق لقاو باللي العماره اللي مقابله مع العماره ديالهم فيها الكاميرا. الكاميرا هي اللي غتفك اللغز. بعد ما رجعوا الكاميرا شافوا اخر مره خرج فيها الولد وجدو وبلي دخلت واحد المره للعماره. كاين للاسف ما قدروش يتعرفوا عليها لانها كانت منقبه. المهم اللي عرفوا القضيه فيها البنات جاوا عند عبد القادر قالوا ليه اجي انت دابا واش بغيتينا نفكوا لك الجريمه ديالك تعرف شكون صفاها لعائلتك ولا لا. ليهم اه طبعا بغيت نعرف. قالوا ليه ايوا اسمع لينا مزيان اللي شفنا في الكاميرا ان واحد البنت صغيره شويه في السن يعني ما كبيراش في العمر هي اللي شفناها دخلت للعماره قبل ما توقع الحادثه. درت توتر هنا. ليهم انا والله الا تابت وكذا ومشيت للحج. قالوا ليه اسيدي جاوبنا دابا واش عندك علاقه مع البنات ولا لا. ليهم صراحه اه انا عندي علاقه مع البنات. قالوا ليه يلاه ورينا شكون هادي. ليهم صراحه كانت عندي علاقه مع بزاف ديال البنات لكن هي بنت وحده اللي كانت علاقتي معها مزيانه. سولوه قالوا ليه اش درتي معها. ليهم واحد البنت سميتها سكينة وتعرفت عليها ووعدتها بالزواج وكذبت عليها وخديت منها شرفها. كيف كتعرفوا انا بغيت ننسى داكشي كامل ونتوب داكشي علاش مشيت للحج. قالوا ليه عطيني العنوان ديالها. فعلا عطاهم العنوان ديالها. سكينة كانت ساكنة بعيدة على والديها بحكم خدمتها. العنوان اللي عطاهم فتحوا الباب ديال الدار وما كيلقاو والو الدار خاوية. جاو نيشان عند عائلتها في مدينة أخرى. سولوهم قالوا لهم بنتكم فين مشات. قالوا لهم راه بنتنا خدامة في واحد المدينة أخرى. المهم قالوا لهم والو تعيطوا عليها دابا تجي عندكم. الأساس ملي تجي هما غيلقاو القبض عليها. البوليس ملي شدوا البنت قالوا لوالديها بنتكم شنو دارت شنو دارت. والديها قالوا لهم بنتنا مربيه وبنتها خلاص سوق راسها ما يمكنش دير هذا الشيء هذا. بنتها هي ما رضاتش تعترف قدام والديها. داوها معاهم من بعد ما صغيروا عليها وعليها باش تعترف. الاخير اعترفت وقالت لهم بالحرف ايه انا اللي درت هذه الجريمه هذه وانا راه كنت ناوي نصفيها حتى لعبد القادر حتى هو براسو كاين الا درتها ما غاديش يبرد ليا قلبي. قررت نصفيها لعائلته وخليه هو بغيت نشوفه يعيش طول حياته هو كيتعذب وكيندم على النهار اللي ضحك عليا فيه. طرفي. بعد هذه الاعترافات كامله حكموا على سكينه ب 20 سنه ديال الحبس. ما بالنسبه لعبد القادر بحال نقولوا عايش حياته كامله في صدمه ما يقدرش ينسى هذا الدرس ابدا. نتمنى من اي واحد شاف هذا الفيديو وسمع هذه القصه هذه ياخذ منها عبره بالنسبه للبنات ولا بالنسبه للدراري.